قال رئيس نادي قضاة مصر المستشار محمد عبد المحسن إن 25 من يناير 52 تجسيد لعظمة شعب مصر وأبنائها من رجال هيئة الشرطة بتصديهم التاريخي في وجه قوات الاحتلال البريطاني بمدينة الإسماعيلية. في برقية تهنئة بعثها لوزير الداخلية محمود توفيق بمناسبة عيد الشرطة 67، أضاف رئيس نادي القضاة أن هذا التاريخ سيظل مبعث فخر واعتزاز للأجيال من أبناء هذا الوطن.